يا مساء الخير، مساء الصحة والعافية والسعادة والسلامة والإيجابية والابتسامة واللطافة على عيون أحلى مشاهدي شاشة العالي العراقية، شاشة الرشيد الفضائية من بغداد. السلام من عاصمتنا الحبيبة. نوجه أحلى تحية وأحلى سلام لكل محافظاتنا العزيزة والجميلة والقديرة من شمال العراق إلى جنوبه. كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة وراحة بال ورزق حلال يا رب. إن شاء الله ينعاد عليكم هذا العيد وهذه المناسبة اللي هي عيد الفطر المبارك بالخير واليمن والبركات وتحقيق كل الأماني. احنا كعراقيين دعوتنا وأمنياتنا دائما وأبدا يعم الأمن والأمان والسلام ببلدنا الحبيب، ودعواتنا لكم بشكل خاص تحققون كل أمانيكم يلي تتمنوها. فكل عام وشعبنا العراقي بألف ألف خير. اليوم أنا وياكم حسناء الشجيري لليوم الثاني على التوالي راح أكون وياكم بتغطية خاصة ببرنامج عيد وحب. إن شاء الله راح أكون وياكم من الساعة 8 ولغاية 9. أرجع وأكرر لليوم الثاني تغطيتنا ما بيها أي إعداد، ما بيها أي فقرات. هذه الحلقة وكل التغطيات اللي راح أكون وياكم بها على مدار أيام العيد هي منكم وإليكم، يعني تكون أرقام مخصصة تظهر إن شاء الله في أسفل الشاشة من خلالها تتصلون بينا ونسمع أصواتكم الجميلة، نسلم على بعض، نعايد بعض، وأيضا أي شخص حاب يعايد صديق، حبيب، شخص مقرب من عنده، من الأهل، الأصدقاء، ما صارت لك الفرصة أنه تعايده، تراضي إذا كان زعلان عليك بداخل العراق، وأيضا ما صارت لك الفرصة تعايده أو ممكن خارج العراق مغترب. قناة الرشيد الفضائية سنت لك هذه الفرصة، فبالتالي من خلال هذه التغطية اغتنم فرصتك واتصل بينا وعايده ووجه للكلام يلي ببالك واللي يخطر بداخلك حتى توصل الهيا. فأتمنى لكم الصحة والسلامة وأتمنى لكم عيد مديد إن شاء الله يا رب بالخير والعافية للجميع. أنا البارحة عايدتكم واليوم أيضا عايدتكم. البارحة عايدت عائلتي بس جاني عتب بسيط. حاليا عائلتي دا تتابعني، عندي أولاد أختي اللي هم لوجين وهمام. البارحة عايدت الكل وما عايدتهم، فهذا العتب أريده يزول، فأني لازم وهذا واجب علي أنه أعايدهم لوجين وهمام، أحلى أحفاد بالدنيا ولد أختي. يا رب إن شاء الله أشوفكم أحلى اثنين بالدنيا، وإن شاء الله يا رب التوفيق والنجاح، وكل عام وأنتم بألف خير المرة الثانية والثالثة والرابعة. طقوس العيد عندنا كلش حلوة. احنا بداخل الزوراد تشوفون من خلفي البحيرة والناس مستمتعة، ويمكن واضح صوت أصوات الناس والأغاني شلون مستمتعين وفرحانين وعايشين أحلى أجواء. وبصراحة احنا اليوم عيديتنا سماع أصواتكم، عيديتنا نشوفكم فرحانين ومرتاحين، هذه غايتنا بالدنيا. احنا مستمرين ياكم بتغطيتنا لهذا اليوم، لكن نسمع أغنية مهداة لعيونكم ومن بعدها راجعينكم. مشاهدينا الكرام، نود إعلامكم إنه تم تغيير تعبد قناة الرشيد الفضائية، ولمتابعة بث قناتنا يرجى إضافة التردد الجديد وفقا للمعطيات التالية: التردد 11315، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4. لنكن على تواصل دائم. مشاهدينا الكرام، نود إعلامكم إنه تم تغيير تردد قناة الرشيد الفضائية، ولمتابعة بث قناتنا يرجى إضافة التردد الجديد وفقا للمعطيات التالية: التردد 11315، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4. لنكن على تواصل دائم. مشاهدينا الكرام، نود إعلامكم إنه تم تغيير تردد. كل عام وأنت بألف خير.
يا هلا ومية هلا، شخبارك قيس؟ الله يسلمك يخليك الله ان شاء الله يا عيوني. اعتقد البارحة اتصلت بينا صح؟ ممكن توطي لي صوت التلفزيون تسمعني من الهاتف حتى الاتصال ما ينقطع؟ بخير ان شاء الله يا عيوني، تسلم لي وحياك الله. الله يسلمك، رحم الله. الله يخليك، احنا بخير اذا انتم بخير. صحة وسلامة وكثر ان شاء الله. امين امين يا رب. المن بعد حاب تعايد بصورة خاصة؟ قيس للأسف الاتصال مو واضح، وأني قلت لك يا ريت لو توطي لي صوت التلفزيون حتى الاتصال يتأمن، واعتقد الاتصال انقطع وأني نبهتك بالبداية. أرجوكم أعزائي حبايبي متابعينا، يا ريت أي شخص يتصل بينا يسمعنا من الهاتف رجاء حتى نقدر نسمعه بوضوح. طبعا مستمرين وياكم وعندنا اتصال آخر. أبو أمير من بابل، مساء الخير والعافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله من العايدين. يا هلا ومية هلا، شخبارك؟ شلون الست الكريمة الله يبارك فيك؟ أنا بخير بسماع أصواتكم. أحب أنقل تحياتي وتبريكاتي للشيخ أبو ليث العلواني. تحياتنا إلى إن شاء الله يسمعك بعد الشيخ عشائر البدلوز. طيب وبعد منو؟ شلونكم الله يبارك فيك. الله يخليك الله يخليك. احكي لي طقوس العيد عندكم ببابل اليوم اول ايام عيد الفطر المبارك، شلون تقضوها؟ شلون مخططين؟ الاجواء طيبه جدا، الاجواء طيبه الله. جدا والحمد لله. اهم شيء مستمتعين. ابو امير اريد اسالك، اليوم بنشوف اجواء العيد الناس مستمتعه فرحانه رغم الظروف الصعبه، شنو الفرق اليوم العيد عن السابق؟ والله في بداية أول يوم تبدي كالعادة مسألة التهاني وتبادل التبريكات. أول شيء من الصبح صلاة العيد، ومن بعدها الكاهي والقيامار، والشيء عندنا هو الكليتشة يعني. بالضبط، والكليتشة العصرية والشاي العراقي اللي يعدل الراس، صح لو لا؟ عيني ست الله يبارك فيك يا عيوني، نورتنا وشكرا لاتصالك. كل الهلا عيوني انت. اعتقد عندنا اتصال اخر. الو يا الو، من ويانا؟ للاسف انقطع الاتصال. مستمرين وياكم مشاهدينا الاحبه بتغطيتنا لهذا اليوم برنامج عيد وحب بمناسبه عيد الفطر المبارك، ينعاد عليكم بالخير والصحه والسلامه. طبعا احنا ننتظر اتصالاتكم، يوم امس كانت اغلب الاتصالات هي من واسط وايضا من الانبار والبعض من الديوان، يعني اليوم اريد كل المحافظات يشاركون ويانا ويتصلون بينا ونسمع اصواتهم الجميله. اليوم احنا يهمنا نعرف شلون اجواء العيد بكل محافظه، يعني احنا ما شاء الله متعددة الطوائف، اليوم ما شاء الله عندنا هواية من الاختلافات اللي موجودة بالبلد وهذا احلى شيء عندنا، لكن اكو طقوس معينة احنا نمارسها بالمناسبات والاعياد. يعني لو تجون على الجنوب بالعيد عندنا العباية الخاصة يرتدوها النساء منذ الصباح وبداية العيد، مثلا عندنا بالشمال شمالنا الحبيب الزي الكردي بالأعياد والمناسبات، أما ببغداد فهي الجلابية مثل ما نسميها أو الهاشمي يرتدون النساء بأول أيام الأعياد، ولهذا الاختلاف اللي موجود ببلدنا يمكن هذا اللي يميز ويحلي بلدنا. طبعا مستمرين وياكم باتصالاتنا وعدنا أيضا من كركوك أحمد، مساء الخير وكل عام وأنت بألف خير يا أحمد. أهلا وسهلا لبيش، حياك الله، كل عام وأنت بخير. ممكن شارك زوجتي وياك؟ يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، كل عام وانت بألف خير. انت بألف خير حياتي. حياتي، من وياي؟ من يعني إيهاب من كركوك. يا أهلا وسهلا بيك، اغتنمي الفرصة والمن حابة تعايدين عزيزتي. والله أحب أعايد أهلي وعايد زوجي وعائلتي. زين، طيب احكي لي حصلتي عيدية؟ لا لا والله ما حصلت. ايش عجيب؟ جاب لك هدية؟ جاب لي هدية حبيب العيد. ها هي هذا اللي يسموها حق الملح، بالتالي اليوم نعرف النساء بالضبط طلت ايام رمضان بالمطبخ تعب والدنيا حاره ومسؤوليات البيت، فبالتالي كرمها زوجها بنهايه رمضان يا اما مبلغ مالي يا اما هديه مرتبه، وتستاهلين الف عافيه. حياتي اشكرك. يعني اتاكد انها دخلت بالقرعه؟
إن شاء الله. ولو إحنا ذكرنا عزيزتي إنه برنامجنا ما بي مسابقات ما بي أي جوائز، خصصنا هذه التغطية على مدار أيام العيد هي إلكم، نسمع أصواتكم وبالتالي تشاركون وتعايدون أهلكم وناسكم وأحبابكم. شكرا لاتصالك ونورتينا. عندنا أيضا خالد من البصرة، مساء الخير ونورونا أهل البصرة. مساء النور. يا هلا ومية هلا، كل عام وانت بخير صحة وسلامة يا ربي. بخير على الجميع ان شاء الله. للعايدين، شخبارك يا خالد؟ الحمد لله بخير. دومك بخير ان شاء الله. المن حاب تعايد تفضل. شكرا. احب عايد اهلي بنجف كربلاء، احب عمامي. تحياتنا لهم. عندك شخص مغترب خارج العراق حاب تهنيه وتعايده من خلال شاشتنا؟ هذا انور العراق صديقي، قال هواي ما شافه. يا رب ان شاء الله تشوفه بخير وصحه وسلامه. احكي لي اليوم اول ايام العيد شنو اللي سويتوا؟ والله ايام العيد اليوم صلينا ان شاء الله الصبح صلاه العيد، ورحنا عايده هنا قاربنا. طيب ممتاز. أجواء كلش طيبة. كلش حلوة. هي هذه الأيام أيام صلة الرحم، من الضروري اليوم بيكون تبادل زيارات، تروح تشوف الأهل الأقارب إذا كنت مشغول والظروف ما تساعد، أبسط شيء ممكن من خلال الموبايل تبعث رسالة أو تتصل، هذا كلش كافي، على الأقل تسوي اللي عليك، فصلة الرحم بهذه الأيام مطلوبة وكلش ضرورية. نعم. نورتنا يا خالد وشكرا لاتصالك وعيد سعيد للمرة الثانية وحياك الله. اتصال آخر. ألو يا ألو، مساء الخير. ألو السلام عليكم. حيدر، أبو حيدر. وعليكم السلام والرحمة، كل عام وانت بخير. وانت وين بخير إن شاء الله. صحة وسلامة يا رب، ينهال عليكم بالصحة والسلامة يا عيوني على الجميع إن شاء الله. اللهم آمين. المن حاب تعايد يا أبو حيدر؟ والله نعايد الأهل الأقارب وجميع الشعب العراقي إن شاء الله. إن شاء الله. الأمن والأمان نطلب. إن شاء الله. اليوم أبو حيدر أكو اختلاف العيد عن السابق؟ إيه طبعاً أكيد. شنو اللي اختلف؟ احكي لي. والله اختلاف يعني الأعياد كانت تختلف يعني قبل مو مثل هسه. يعني شنو الاختلاف؟ أنا أريد أسمع منك. ما أعرف الأنفس تغيرت. أو يعني سبحان الله ما أعرف. يعني مخرجنا يقول قبل كان كيلو الجيمر ب5000. إيه. بالوقت بهسه ب40000، يعني تخيل. ريو قيش هذا، ما تقولي ريو قيش وبلياه والله. وبلياه هالجيمر. بسبب الغلا وبسبب سبحان الله الظروف اللي نمر بيها. يعني احنا بس نفكر بالعوائل المتعففه الفقيره، ما تقولي شلون راح تعيد بهاي الايام، يعني شوف اذا تطلع لسوق الملابس بذاك الحساب الجيمر ب40000، عبالك شوش ماخذه، يعني والله العظيم ما يقدرون حتى يعيدون بهاي الايام، اكو استغلال وجشع وطمع بهذه الايام. شكرا لاتصالك يا ابو حيدر ونورتنا، وهذه بالتالي رساله. الله سبحانه وتعالى نعم. يعيد الامن والامان يا رب. والله الأمن والأمان موجود يا أبو حيدر، بس الله يهدي النفوس، هذا اللي نقوله إحنا. بالتالي إحنا إيجابيين، ورسالة لكل التجار، وأنا ذكرتها يوم أمس وأرجع أكررها المرة الثانية، التجار اللي يستغلون هذه الأيام أبشع استغلال وما يفكرون بالعائلة الفقيرة، خلي تعيد فعلاً والله صح لو لا، خلي الناس شوي تستمتع تشتري الشيء اللي بنفسها الأولادها فعلاً والله. نورتنا يا ابو حيدر. الكادر وقناه الرشيد المحترمه. تحياتي الكادر اليك. تحياتي يا عيوني. شكرا لاتصالك وحياك الله وكل الهلا، نورتونا اليوم. انا حابه الاتصالات، اكو نشاط. عندنا حيدر من بغداد ايضا، مساء الخير وكل عام وانت بخير وصحه وسلامه. مساء الخير ست حسناء وكل عام وانتم بخير والكادر جميعا. الله يخليك. وحبينا نعايدكم ونعايد خاف احد نسيناه بالعيد. بالضبط. وعيدكم مبارك ان شاء الله يا عيوني انت. الله يخليك. احكي لي اليوم شنو سويتوا بالعيد كعائله؟ شنو مخططاتكم؟ كعائله أي؟ اليوم اتطشرنا. شلون يعني اتطشرتوا؟ اتطشرنا. المرة راحت لحلى بالمحافظات. اوكي. من حقها. البنات يم عيالهن. اوكي. بس مراسيمنا باكر وبعد باكر. بالضبط، اول يوم.
بعد باكر مراسيم يعني يجونا اهاليتنا شوف وراها احنا الان عندي برنامج خاص بي اصدقائي كلهم بالمحافظات ولها يجون البغداد نلتقي بيهم يعني عندنا قعده خاصه بكل عيد ثالث ايام العيد. شوف يعني لو متزوج مرة ثانية كان الأولى راحت لها لو الثانية باقي يمك معافتك ما حدا يقبل علوية. أنا مو قايل لك بتصل بيش قال جيريات ترى علويات سادة ها جيرية لا ما لا لا ما يحتاج تتزوج عليها يعني يعني لا أكون عنصرية لا 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 هذا الحكي إلي أقول لك أنت علويات زين جيرية أي 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 ما حدا يقبل لا مستحيل خط أحمر خط أحمر دوم الضحك يا ربي اقول لك عيوني عيني انت اي اي وبالعيادي هم من مسحنا مسح زين المره تطلعونا بستات بستات بس مال الملح جبنا لها غرفه جديده وعيديه لها والله عاشت ايدك بس تستاهل تستاهل صح لو لا عيديه لها $1,000 وللبنات مسحنا مسح يعني هاي يسوي بالعافيه مو خساره بيهم صح لو لا يستاهلون مو خساره تقصير يعني شو تقدم مقصرين ويا البيت الله يعطيك يعني العافيه هو هذا اللي نحب دائما نسمع انه الزوج العراقي هو بلا شك يقدرها ليزا وشته وبالتالي يقدر تعبها ومسؤولياتها. عمي باوعي ست حسناء احنا ناس نعرف المراه عندنا مثل يقول المراه وداعة الخير زين ما ممكن تقصر وياها يعني هي انت خير لازم خيورتك تبين على ويا زوجتك والله صح احسنت ايه الله يعطيك العافيه عيد سعيد اليك وللاهل وللكادر جميعا شكرا جزيلا على نورتنا يا عيون الله يخليك شكرا جزيلا نورتنا وحياك الله كل الهلا. طبعا متواصلين ياكم مشاهدينا الاحباء باتصالاتكم الاكثر من رائعه وفعلا اليوم للامانه قناه الرشيد الفضائيه عيديتها هي سماع اصواتكم الجميله. عندنا اتصال اخر الو يا الو مساء العافية يا إياد من وين إياد؟ مساء الخير مساء الصحة والسلامة كل عام وأنت بألف خير كل عام أنت بخير صحة والسلامة الله يخليك كن العايدين يا ربي العراقيين أجمعين شلون أهلنا بالموصل شخبارهم؟ الحمد لله كلهم بخير دومكم يا ربي يدعو لك بالحب والتعالي يا عمره روح لكم فدوة نورتينا وكل الهلا. احكي اليوم شلون الطقوس طقوس العيد عندكم بالموصل شلون هالاجواء؟ ما شاء الله ما شاء الله كله حب وحنان يا الله يا الله شنو سويتوا اليوم؟ هواتي اول شيء عايد اهلي وناسي اوكي بعد واهل الموصل زين والعراقيين اجمعين. ما عندك شخص موجود خارج العراق من أصدقائك حاب تذكر اسمه وتعايده ما صارت لك فرصة إنه تعايده سواء تشوفه أو بالموبايل؟ أي أحب أعايد أول شخص خارج العراق أي شخص اسمه منهل أعز صديق عندي يا عيني الله يديم هذه الصداقة إن شاء الله يسمعك إن شاء الله إن وبعد. شاء الله ثانيا أحب أعايد زوجتي العزيزة تحياتي إلها تحياتي لزوجتي العزيزة زين نطيتها عيدية فد هدية مرتبة لو بس معايدة زوجتي أنا أعايدها قدام العالم كله لأن هي يعني ظل خاطرها من عندي شوية أها زعلانة إيه أحب أعايدها قدام العالم كله يلا إن شاء الله تكون مبادرة صلح من خلال شاشة الرشيد الفضائية وأني أيضا يعني راح تكون مناشدة من قبل يا قها يا عيني يعني إياد بالتالي يكفي عايدك أمام العالم أجمع واتصل الخاطر عيونك حتى يرضيك ما يسوى الزعل بهذه الأيام أتمنى ما يظل خاطرها من عندي ان شاء الله واحنا نتمنى ايضا بس هذه هذا شيء غير كافي يا اياد انه من خلال شاشتنا ترضيها هديه مرتبه وتتصل بيها او تروح وين شوف هي موجوده اذا داخل البيت او يم اهلها فبالتالي تروح وتبادر بالصلح لان النساء يحبون هذا الامر مو مجرد انه من بعيد لبعيد خلي نتراضى وما اعرف شنو يحبون التضحيه طبعا ما عشقت مرأة مثلها يا عيني الله يخليكم البعض ويزول هذا الزعل يا ربي ما عشقت مرأة مثلها يا عيني يا عيني دوم إن شاء الله المحبة والألفة موجودة بيناتكم نورتنا يا إياد وتحياتنا لكل أهلنا بالموصل شكرا لاتصالك وكل عام وأنت بألف خير تحياتنا لعائلتك الكريمة وأيضا عند اتصال آخر ألو يا ألو أم جود يسعد مساك السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة كل عام وأنت بخير وأنت بألف خير من العايدين صحة وسلامة يا ربي
حلوة القلب يا روحي. حبيبتي أم جود، من وين؟ من بغداد تحديداً، أي منطقة؟ الكرادة يا عمري. الكرادة، يا هلا ومية هلا. احكي لي اليوم شنو مخططاتكم؟ كلش حلوة أجواء العيد بالكرادة. أي حلوة، الزحامات والناس سعيدة وطالعة، والحمد لله والحمد لله على كل حال. المهم العراق بخير وسلامة يا رب. سويتوا كليتش لو بعد؟ أكيد سويتوا. سوينا الحمد لله. عاشت الأيادي. أم التمر، أم الجوز، أم السمسم، صح لو لا؟ كل أشكالها وأنواعها. من طبعا من إيد أمي يا عيني، الله يعطيها صحة وعافية. كل عام وأنت بألف خير يا رب. والله أنا للأمانة لحد الآن بالبيت ما حد ما سوانا كليتش، شفتي؟ طيب إن شاء الله تسوين كليتش. حبيبتي نورتيني، أنا عبالي تقولي لي أدز لك معون. تدللينا يا روحي. حبيبتي يسلم لعيونك إن شاء الله، نورتينا نورتينا. أقدم تحياتي لزوجي أبو جود والابني، عيد ميلاده أقول لك كل عام وأنت بخير ماما. رب إن شاء الله يحفظك إلي، وأقدم تحياتي لأهلي هماتين وأقول لهم كل عام وأنتم بخير. ويخليك خيمة فوق راسهم إن شاء الله. وتحياتنا لجود وكل عام هو بألف خير، وأيضا تحياتنا لأبو جود وكل عائلتك الكريمة، نورتينا يا غالية. شكرا لاتصالك يا هلا ومية هلا. كلش أنا اليوم مستمتعة وسعيدة للأمانة بسماع أصواتكم اليوم بالتهاني اللي دنسمعها، وأيضا تعايدونا بنفس الوقت. واضح اليوم الفرحة موجودة بداخلكم على الرغم من كل الظروف الصعبة اللي دنعيشها حاليا. عندنا اتصال آخر من كربلاء. ألو. ألو، مساء العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام، وانت بألف خير. من العايدين إن شاء الله. من ويانا؟ إن شاء الله. إن شاء الله عزاك الجبل عرفات. أسيل من كربلاء. أسيل الغالية صديقة البرامج، يا هلا ومية هلا. شو أخبارك أسولة؟ والله الحمد لله بخير. دومك بخير يا عيوني. كربلاء الزحام وكلها تسلم عليكم يا عيوني. تحياتنا ودعيناكم يا عيني يا عيني. شكرا جزيلا. احكي لي شنو مخططاتكم اليوم؟ سويتوا من الصبح؟ اكو مكان حابين تزوروه؟ الصبح رحنا، أول ما رحنا فتحنا عيوننا سبعنا بدلنا ورحنا للوادي، ونا يعني. ورجعنا لنا ورحنا العصر رحنا زرنا زين، وبعد ونا ورحنا للمنتزه. اي وباكر عم نطلع عم نروح المليت العام. ممتاز ممتاز. هي هذه الايام واحد لازم يستثمرها، يكون بها الاجواء غير شكل. حصلت حصلت عيديه. اي هاي ايش قد ايش قد؟ 400. والله زين يا بش، راح تسوين بيهن؟ وانا حتى انا اسب النفط وجبت لك حتى هديه توصل لك. حبيبي انا كلش اشكرك يا عمري، تسلمي لي. وانت اكيد دائما على فكره تذكريني. واحب خاله منور ومامتي. حبيبتي الله يعطيك العافيه، هم همين يحبوش للامانه، صديقتنا الدائمه. وكنا سننا عليهم. حبيبتي حبيبتي اسيل، الله يعطيك العافيه ان شاء الله، وعيد سعيد لك ولعائلتك. شكرا جزيلا. عندنا اتصال اخر من مصطفى. مساء الخير يا مصطفى. الو يا الو مصطفى، مساء الخير. للاسف انقطع الاتصال. ويا مصطفى هو كان من اي محافظه؟ من الموصل. نتمنى تعاود الاتصال بينا للمره الثانيه. اليوم الاتصالات ما شاء الله من اكثر من محافظه، فاتمنى تكثفون الاتصالات ونسمع اصواتكم الجميله، وايضا تعايدون اهلكم وناسكم وكل احبابكم. عندنا اتصال اخر. هذا يجهز الاتصال على راي مخرجنا عنا. يلا كثفوا اتصالاتكم من خلال ارقامنا الظاهره في اسفل الشاشه، وكل عام وانتم بخير وصحه وسلامه ورزق حلال وطمانينه، اللهم امين ان شاء الله. كل عام وشعب العراق من الشمال للجنوب بخير وصحه وسلامه. عندنا مصطفى من كركوك، يسعد مساك يا مصطفى. حبيبي حبيبي كل عام وانتم بخير. انت بألف خير. الله ينعم عليكم عليك الصحة والسلامة. صحة وعافية إن شاء الله. شو أخبارك مصطفى؟ الحمد لله. دومك بخير. المن حاب بتعايد يا عيوني. ألو يا مصطفى، المن حاب بتعايد؟ هلا. وياك؟ دا أسمعك، المن حاب بتعايد؟ على كل العراق، على العراقيون. أوكي بعد. هاي بصورة عامة، بصورة خاصة، المن حاب بتعايد؟ للأسف انقطع الاتصال. لود على الاتصالات، بالتالي هذا ما يسبب زخم الاتصالات. عندنا أيضا اتصال آخر. برهان من وين؟ مساء الخير يا برهان. يا هلا ومية هلا، منورين اليوم هالكركوك. يسعد مساك وكل عام وانت بألف خير.
بألف خير إن شاء الله. صحة وسلامة يا عيوني، الله يخليك، تسلم. برهان تفضل المن حاب تهني وتعايد. تسلم روحك يا عيوني. تفضل برهان المن حاب تعايد. عايد جميع الشعب العراقي، العراقي والأمة العربية. وبعد ما عندك أحد زعلان عليك خارج العراق؟ جميع قطعات الجيش العراقي كافة أنواعها. أكيد أبطال العراق تحياتنا لهم اليوم، وأنا ذكرت للأمانة يوم أمس بأنه القوات الأمنية الله يعطيهم صحة وعافية، اليوم إحنا قريبين من عوائلنا من أهلنا وناسنا، نتبادل الزيارات، هم الوحيدين لأجل أمان العراق اليوم مغتربين، نشوفهم بعيدين عن عوائلهم، نشوفهم بعضهم ملتحقين بمحافظة أخرى غير عن المحافظة اللي عايشين بها، فالله يعطيهم صحة وعافية، لولاهم والله ما أعرف شلون يكون حال البلد وما أعرف شنو نسوي. فتحية حب وتقدير، وكل عام وهم بألف خير إن شاء الله. اتصال آخر عندنا؟ ها حياك حياك وكل الهل، شكرا لاتصالك. احنا مستمرين ياكم مشاهدينا الأحبة بتغطيتنا عيد وحب، لكن بعد سماع هذه الأغنية وراجعين لكم. مشاهدينا الكرام، نود إعلامكم إنه تم تغيير تردد قناة الرشيد الفضائية، ولمتابعة بث قناتنا يرجى إضافة التردد الجديد وفقاً للمعطيات التالية: التردد 11315، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4. لنكن على تواصل دائم. مشاهدينا الكرام، نود إعلامكم إنه تم تغيير تردد قناة الرشيد الفضائية، ولمتابعة بث قناتنا يرجى إضافة التردد الجديد وفقاً للمعطيات التالية: التردد 11315، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4. لنكن على تواصل دائم. مشاهدينا الكرام، نود إعلامكم إنه تم تغيير تردد قناة الرشيد الفضائية، ولمتابعة بث قناتنا يرجى إضافة التردد الجديد وفقاً للمعطيات التالية: التردد 11315، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4. لنكن على تواصل دائم. مشاهدينا الكرام، نود إعلامكم إنه تم تغيير تردد قناة الرشيد الفضائية، ولمتابعة بث قناتنا يرجى إضافة التردد الجديد وفقاً للمعطيات التالية: التردد 11315، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4. لنكن على تواصل دائم. مشاهدينا الكرام، نود إعلامكم إنه تم تغيير تردد قناة الرشيد الفضائية، ولمتابعة بث قناتنا يرجى إضافة التردد الجديد وفقاً للمعطيات التالية: التردد 11315، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4. لنكن على تواصل دائم. مشاهدينا الكرام، ظاهرة في أسفل الشاشة ونستقبل مباشرة اتصال علي من واسط. يا هلا ومية هلا يا علي، مساء الخير.
مع كل الأسف انقطع الاتصال. ويعلي نتمنى تعاود الاتصال بينا للمرة الثانية حتى نسمع صوتك ومعايدتك. عندنا اتصال آخر. علي من الموصل، يا هلا ومية هلا علي، يسعد مساك علي. يا علي مساء العافية، كل عام وانت بألف خير. انت بألف عيني. للعايدين صحة وسلامة ان شاء الله عليك وعلى كل عائلتك. الله يسلمك يحفظك يا ربي. تسلم لي تسلم لي. المن حاب تعايد يا علاوي تفضل. والله عيني احب عايد. شكرا جزيلا تسلم لي. بعد عايد اقول لك كل عام وانت بألف خير. فدوى الوجه. احب عايد العراقيين والشعب العراقي، وان شاء الله يدوم الامن والامان على كل العراقيين يا ربي. يا رب الله يسلمك. هاي الغيمه فوق العراق تزول ان شاء الله. اللهم امين يا ربي. انطيت عيديه حصلت عيديه، احكي لي شنو سويتوا اليوم؟ شنو سويت اليوم؟ انطيت عيدية؟ اكيد خسرت عيدية. مو انت، لان معلي صوت التلفزيون لهذا ما تسمعني، فنص التلفزيون واسمعني من الموبايل. والله انا بالاستقبال وبعيد عن التلفزيون. بعيد عن التلفزيون. دا اسألك اليوم نطيت عيدية، شنو مخططين لأيام العيد؟ وين راح تروحون؟ شنو تسوي؟ والله انا عيديتي لا رحت ولا جيت، عيديتي فراشي ووطانيتي، والله رحت ولا جيت، عايدة اهلي وعايدتي. زين شنو السبب اليوم الاغلب؟ انه بهذه الايام المفروض الواحد يطلع يغير جو ويشوف اقاربه، لكن اشوف بعض الشباب يفضل يبقى بالبيت. كل ما اريد اطلع اتذكر الامتحانات، كل ما اريد اطلع اتذكر الامتحانات. الله يساعدك، انت طالب اي صف؟ كلية اكيد؟ انا صف خامس. خامس اعدادي. الله يساعدك وعاشت ايدك. اذا باقي بالبيت لهذا السبب اوكي مو مشكلة، بس الطلبة للامانة بهذه الايام يحتاج شوية كسر روتين يغيرون جو، اكيد ما يأثر عليهم يوم او يومين. نعم نعم. نتمنى لك كل التوفيق، تحياتنا لك ولعائلتك، كل عام وانتم بألف خير المرة الثانية. شكرا لاتصالك يا غالي ونورتنا يا علي. عدنا ام عدنان من الموصل. عدنان منورين اهل الموصل اليوم، يا هلا ومية هلا. عليكم. وعليكم السلام والرحمة، كل عام وانت بألف خير يا عدنان. بألف خير. صحة وسلامة من العايدين. تحياتي لكم القناة الرشيد الفضائية. شكرا جزيلا يا عيني نورتنا. المن حاب تعايد يا عدنان؟ حاب عايد اول مرة قناة الرشيد الفضائية وجنابك الكريمة. الله يخليك تسلم. بعد حاب عايد الاهل كلهم ان شاء الله، والخارج واللي بداخل العراق موجودين، وحب عايد كل العراقيين وكلكم خاصة يا قناة الرشيد هذا البرنامج المبارك. الله يخليك من ذوقك تسلم. نورتنا نورتنا. شكرا لاتصالك وحياك الله يا عيوني. انت كل الهلا بالسلامة الله وياك. عندنا اتصال اخر. اذا مستمرين ياكم مشاهدينا الاحباء بتغطيتنا وسماع اصواتكم واتصالاتكم الجميلة. انا حابة انوه على موضوع قبل يجينا اتصال اليوم، ونشوف اي مناسبة سعيدة تصير عندنا لابد نفرح، او فرحتنا اليوم نعبر عنها او بسعادتنا اطلاق العيارات النارية. بالتالي يوم امس شفت على السوشيال ميديا ناشرين اللي هو كان ايضا عيد بسبب اليوم كم شخص طايش، مع كل الاسف استخدم اطلاق العيارات النارية، اكو اشخاص مصابين وبالتالي تم نقلهم للمستشفى. فالله يخليكم بهذه الايام السعيدة المباركة. يعني شنو ذنب اليوم عائلة اذا شخص بيها ينصاب بسبب كم شخص اليوم طايش يعبر عن سعادته وفرحته بإطلاق العيارات النارية؟ خلينا نبتعد عن هذه الأمور، خلينا نعبر عن سعادتنا وفرحتنا بتفاصيل أخرى. عندنا هواية من الأمور يلي من خلالها نعبر بها عن فرحتنا. فالله يخليكم بهذه الأيام، خلونا سعيدين ومرتاحين لتجيبون الهم للعوائل يلي بسبب كم شخص اليوم يستخدم السلاح. فرجاء هذه رسالة مني لكم، الله يخليكم. عندنا اتصال. ألو يا ألو. محمد من البصرة، يا هلا ومية هلا، كل عام وانت بألف خير يا محمد. وانت بألف خير. عادل. الصحة والسلامة. الله يخليك يا عادل، شلونك؟ كل عام وانت بخير. وانت بألف خير، الله يخليك. من العايدين وربي يسلمك، صحة وسلامة. احكي لي شلون أجواء العيد يمكم بالبصرة؟ أكيد تخبل. أنا عادل من بابل وليس من البصرة. أها سوري، عادل من بابل، نورتنا. وأني همين حابة أعرف أجواء العيد ببابل شلونها؟ عادل يا عادل تسمعني؟ ألو يا عادل.
مع الأسف انقطع الاتصال، لأن أنا أكثر من مرة نوهت بأنه أتمنى أي شخص يتصل بينا ينصي صوت التلفزيون ويسمعنا من الهاتف حتى الاتصال يتأمن وما ينقطع، لأن أنا للأمانة كل شيء يهمني يكمل الاتصال وياكم وأسمع أصواتكم. عندنا محمد من البصرة، مساء الخير يا محمد. مساء النور، حياك يا هلا ومية هلا، كل عام وأنت بألف خير. وانت بألف خير، الله يرد عليك بالصحة والسلامة إن شاء الله. الله يخليك. شلونهم أهل البصرة؟ شلون العيد يمكم؟ والله العيد حلو والبصرة حلوة. زين، يعني أنت مستمتع وطلعت بالعيد، لو شنو مخططاتك؟ والله ما طلعت بالعيد لأن قضيتها بالدوام. الله يساعدك ويكون بعونك إن شاء الله يا رب. يلا إن شاء الله تعوضها غير يوم. إن شاء الله إن شاء الله. المن حاب تعايد يا محمد؟ والله حد بعايد سنسوح، حد قناة، حد بعايد قناة الرشيد. شكرا جزيلا. حد بعايد الأمة الإسلامية والشعب العراقي أجمع إن شاء الله. ما عندك شخص خاص حاب توجه له تهنئة تحية؟ والله حد بعايد أهلي. زين. الوالدة خواتي. تحياتنا لهم إن شاء الله يسمعوك. كل عام وهم بألف خير، وكل عام وجنابك خير وصحة وسلامة. نورتنا يا محمد، تحياتنا لكل أهلنا بالبصرة. شكرا لك يا عيوني. عندنا اتصال آخر. يوسف من وين؟ من سامراء. أول اتصال من سامراء. يوسف كل عام وانت بألف خير. انت مليون خير. الله يخليك، شو اخبارك يا يوسف؟ والله تمام. شو اخبارك؟ شلونهم أهل سامراء؟ إن شاء الله بخير. والله دائما إن شاء الله بخير. إن شاء الله بخير. الله يخليكم ودوم إن شاء الله تنعمون بصحة وعافية. أجواء العيد شلونها يمك؟ أجواء العيد إن شاء الله بخير. الله يسلمك، احكي لي عن أجواء العيد يمكم بسامراء شلونها؟ والله إن شاء الله بخير الحمد لله يا رب. إيش سويتوا اليوم بأول أيام العيد؟ والله رحنا على العمارة مع الخوال. أوكي، ونطيت عيدية؟ لا ما نطيت عيدية. لا شنو السبب؟ خاف أخذت؟ لا شبه كل واحد أهلة. كل واحد شنو؟ كل واحد يرد له. الأهلة يعني لا ضير إذا عندكم أطفال بالبيت، أخوات غيره، بعد بكيفك. أنت الظاهر ما تحب تطي عيدية. إي طبعاً. المعايدة كافية. إي. حتى لو كل واحد على ألف ألف ما راح يكلفك شيء. إي لازم. مو؟ كل روحك. ما خلص بالعيد. يا عيني أنت، شكراً لاتصالك وتحياتنا لكل أهلنا بسامراء، نورتنا وحياك الله. شكراً لك يا غالي. عندنا اتصال آخر، محمد. اليوم محمد عبد الستار. لو محمد عبد الستار محمود. عبد الستار من الفلوجة، يا هلا ومية هلا، كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير ستحتنا. يا عيني وانت بخير ان شاء الله، انت وعلى الكادر قناة الرشيد. شكرا جزيلا. شلون اجواء العيد يمكم بالانبار؟ احكي لي. والله كلش طيب الحمد لله والشكر. ناس مستمتعة وطالعة ومتونسة. اي أيوة والله. بالبيت شلون العيد يمكم؟ طلعتوا؟ شنو سويتوا؟ شنو مخططاتكم؟ على أقربائنا، على قرايبنا، يعني الأصدقاء، على أخوتنا، على خواتنا. زين. أيوة. أكيد لازم تطعيدية للأولاد. لازم. إيش يعني؟ ضروري. إيش قد خسرت؟ إيه أولادي وأختي وزوجتي. والله زين. زين، المحصلة النهائية بخسارتك المالية إيش قد كانت؟ من طيت عيدية؟ هاي مو خسارة. ربح. أي أيوة والله، أي أيوة والله مو خسارة بيهم. أنا ناذر عمري لأولادي والزوجتي والأخوتي. العمر كله إن شاء الله، ويعطيكم صحة وعافية ويخلي كلهم يا ربي. مو خسارة بيهم. شلون هذا العيد؟ هذا عيد مبارك علينا يا عيني. والله يحفظ العراق. أحلى رد. إن شاء الله. والله أحلى رد. الله يخليكم بعض إن شاء الله. آمين. بنادى من زاخو إلى البصرة. إن شاء الله، الله يسمع منك إن شاء الله. نورتنا. أيوه. وتحياتنا لكل أهلنا بالأنبار ولعائلتك تحديدا. شكرا لاتصالك يا غالي وكل الهلا. طبعا اتصالات ما شاء الله اليوم من أكثر من محافظة، منورين من الشمال للجنوب، كلش مستمتعين وفرحانين بسماع أصواتكم. أحمد من الموصل، مساء الخير. مساء النور. كل عام وانتم بخير وتحقيق الأمانة. صحة وسلامة من العايدين يا عيوني. رحم الله والديك للسيد المخرج والأمة الإسلامية بأسرها يعني. وتحيات الكادر إليك. شكرا لجنابك. من حاب تعايد يا غالي؟
اقول لك بعد ما اقول انه الاتصالات وجودها من الشمال للجنوب دليل على استقلاليه قناه الرشيد وعدم انتماء لاي مكان معين، وانا دائما بالبرنامج الصباحي وبراديو الرشيد. هذا يعني خطكم نتمنى الاستمرار عليه ونشجعكم عليه. الله يخليك، منورك كل وقت لكل الناس. نتشرف بيك وبرايك، شكرا لك، كل عام وانت بالف خير يا غالي، شكرا لاتصالك. عندنا نوفل من ليبيا. كل عام انت بالف خير. يا هلا ومية هلا، نورتنا وحياك الله. انا صار لي 5 سنين ما شايف بغداد. يا عيني يا عيني، الله يساعدك ان شاء الله، ويا ربي ان شاء الله باقرب فرصه ان شاء الله تكون متواجد بالعراق. مع الاسف نوفل انا اتمنى اذا انقطع الاتصال، فبما انه ما شايف بغداد شوف من خلف. اليوم احنا بالزوراء وده تسمع اصوات الناس، واليوم كلش مستمتعين بالعيد وطالعين، ونتمنى ان شاء الله باقرب فرصه تزور العراق وشوف بغداد تحديدا وشوف اهلك وناسك، اكيد هم مشتاقين لك مثل ما انت مفتقدهم ومشتاق لهم. فكل عام وانت بألف خير وصحة وسلامة يا غالي، نورتنا، شكرا لاتصالك، ويا رب يجمع كل العراقيين المغتربين ان شاء الله يا ربي بأقرب فرصة يشوفون احبابهم واهلهم وناسهم. والله هذه الايام اليوم هذه المناسبة والعيد والفرحة كلش محتاجين انه يكون اكو لم شمل، صلة الرحم موجودة، الزيارات المتبادلة، فخاصة اليوم كل العراقيين المغتربين انتوا الكم معزه غير شكل وتحيه خاصه. عندنا اتصال اخر من البصره. ليلى، ليلى مساء الخير. مساء وردي وفل وياسمين، عيونك الحلوه يا عمري، وكل عام وانت بالف خير صحه وسلامه من العايدين حبيبي وتوفيق. عمري احلى دعاء. مساء الخير علي، تعال الاخراج والمدير والكادر وكل الاصدقاء، وكل عام وانتم مليون خير، اتمنى لكم السعاده والتوفيق حبيبي. والتالق الى تالق ومن ابداع الى ابداع. ربي يسعدك وفدوى الحلقه في هذا الكلام الحلو حبيبي. المن حابه عايدين اولا عايدكم حبيبي، وعايد مديركم وكل كادركم وكل احبابكم وكل الشعب العراقي، اتمنى للسعاده والامن وامان بلدا وسلاما على الكل والجميع. يا عمري الله يخليك، هم دائما هيك اهل البصره كلامهم حلو ولسانهم معسول. انتم الاحلى شيء حبيبي حبيبي يا عمري، تحياتنا لك وتحياتنا لعائلتك الكريمه ولكل اهلنا بالبصره، نورتونا وفرحتينا باتصالك، شكرا جزيلا. يعني اليوم تواصلت وياك، يعني انا متابعتك من بدايه رمضان لحد الان، حبيت كلش هوايه حبيبي حبيبي، وانا اسعد والله، شكرا لك، الله يخليك ليلى. شكرا حبايبي، الف سلامه، باي باي حبيبتي، كل الهلا. عندنا اتصال اخر، علي مهدي من واسط، يا هلا ومية هلا، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه، كل الهلا، شخبارك يا علي؟ انا حبيت اسلم عليكم وشارك ببرنامجكم هذا الجميل، تبارك الله فيكم. الله يخليك، كل من حاب تعايد يا علي. انا حابه اعايد اهلي وناسي وشعب العراق الجميل، والله يحفظكم ان شاء الله بامان محمد. يخليك ويحفظك ويعطيكم صحه وعافيه ان شاء الله يا ربي. عندي كلمتين تسمحي لي؟ تفضل، الجو الك. اريد اقول صعب وانساهم صعب. اي. السكنة وبلب القلب. اي. الهسة بعد اخبر جرحهم بيا ما طاب. الله. من يدي الليل اختني وقلبي قد ما يحترق منه ثالث يطلع الثالث في عطاب. سلامتك، سلامة قلبك. صح لسانك، صح لسانك يا عيوني، يا عيوني انت، شكرا لك. والله العظيم انا قائد عن البصر والولد تقول الرقم. يا عيني انت، نورتنا وفرحانين بمشاركتك واتصالك يا غالي، وكل عام وانت بالف خير للمره الثانيه، تحياتنا لك ولعائلتك ولاصدقائك ايضا اللي نطوك الرقم. شكرا لك يا عيوني، الف سلامه. نتواصل ياكم مشاهدينا الاحبه بالدقائق الاخيره من برنامج عيد وحب، كثفوا اتصالاتكم بهذه الدقائق. عندنا احمد من الموصل، مساء الخير. مساء النور، يعني فقط حبيت من فضلكم دقيقه اقدم تهنئه خاصه. تفضل. يعني تفضل، الجو لك. لكن الخط انفصل ولا يهمك. يعني الله يخليك، يعني انا احب من خلال قناتي المفضله الرشيد، يعني اني يعني حبيبتي دنيا الزهيري بمنطقه حي القدس بالموصل، واقول لها حتى رقم 86 حبيت لان مواليدك. يا عيني. زوجتي عايدتها قبل 3 سنوات، فما اخذ من وقت الاصدقاء.
ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك يا عزيزي، وان شاء الله توصل معايتك. مشاهدينا مستمرين ياكم بتغطيتنا بعد سماع هذه الاغنيه مهداه لعيونكم الجميله. يمكنكم متابعة قناة الرشيد الفضائية تم تغيير تردد قناة الرشيد الفضائية. ولمتابعة بث قناتنا يرجى إضافة التردد الجديد وفقا للمعطيات التالية: التردد 11315، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4. لنكن على تواصل دائم. مشاهدينا الكرام، نود إعلامكم إنه تم تغيير تردد قناة الرشيد الفضائية. ولمتابعة بث قناتنا يرجى إضافة التردد الجديد وفقا للمعطيات التالية: التردد 11315، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4. لنكن على تواصل دائم. مشاهدينا الكرام، نود إعلامكم إنه تم تغيير تردد قناة الرشيد الفضائية. ولمتابعة بث قناتنا يرجى إضافة التردد الجديد وفقا للمعطيات التالية: التردد 11315، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4. لنكن على تواصل دائم. على ختام حلقتنا لهذا اليوم وتغطيتنا الخاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، ينعاد عليكم بالخير والصحة والعافية والسلامة. مباشرة نستقبل اتصالاتكم الجميلة، وعندنا اتصال. ألو يا ألو. مصطفى من الموصل، مساء الخير وكل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير، صحة وسلامة. عيد مبارك على العراقيين وعلى أمة محمد من العايدين. يا هلا ومية هلا مصطفى. لمن حاب تعايد؟ أنا أحب أعايد أهلي وخوالي اللي بالأنبار. تحياتنا لهم، وإن شاء الله يسمعون معايدتك بعد. لمن حاب تعايد؟ ويوتيوبر محمد كريم قايم بروسيا السعين. أوكي، إن شاء الله يسمعك، وإن شاء الله يا رب وشوفه بأقرب قناة الرشيد، وإن شاء الله الأمن والأمان. اللهم آمين. نورتنا. وأنا أحب سمعت شعر على طلبتك الحلوة هاي. فدوي قلبك، يلا نسمع. يقول: قصة شعرها الخلق بس مو مثل قصتك، وما شفت بين البشر طولك ولا قصتك. الله الله يا عيني، تسلم لي. جن انت ولا انس؟ قال لي شني قصتك، معجبني طيفك، مو عايزات عاجبني. وكل ما اروح بدرب والقاه عاجبني. تدري شنو كتمي ويك عاجبني؟ اي عاجبني كلك حلو، مو جد مثل قصتك. الله الله، صح لسانك، وشكرا لك يا مصطفى ولاتصالك، نورتنا. كل عام وانت بالف خير مره ثانيه. ورجع عنا نوفل من ليبيا للمرة الثانية، يا هلا ومية هلا نوفل. وعليكم السلام، وانت بخير وصحة وسلامة ان شاء الله. الله يخليك ويبارك فيك. الله علينا وعليكم، يرجع الامان ان شاء الله. ان شاء الله. امين امين. نورتنا، احكي لي شلون اجواء العيد يمك؟ شنو بدك تسوي؟ شلون بدك تقضي العيد؟ بس الغربة شوية صعبة. والله صعبة. بلدك بلادك بلادك. والله صحيح، الله يكون بعونك. مناوي ان شاء الله هذه الايام ممكن تزور العراق، تشوف اهلك وناسك.
لو صعب الموضوع. والله ان شاء الله بركت ان شاء الله بصيف يلا ان شاء الله بصيف عندي سفره ان شاء الله. ان شاء الله الله يسهل كل امورك وكل عام وانت بالف خير. تفضل الجو لك. طبعا هذا عيد اهلي انا عيد اهلي امامي الجسر بي عليه. وعيد اخواني بالحريه. طيب. وبعد؟ واهلي بالكوت. زين. وبعد؟ وامامي بالعزيزيه. يا عيني ان شاء الله يسمعوك وبعد وتحكيك على الشهيد بيها طبعا صادي 10 سنه تعبه بيها يا عيني انت وبعد تحياتي للكادر نورتنا يا نوفل وشكرا لاتصالك الله يخليك يا عيني فرحتنا باتصالك وبسماع صوتك نستقبل بعد اتصال له اتصال اخير بتغطيتنا الو يا الو مساء الخير والعافيه قتيبة من كربلاء يسعد مساك وكل عام وانت بألف خير وانت بألف خير صحة وسلامة صحة وسلامة من العايدين يا عيوني الله يخليك آخر متصل ويانا فالمن حاب تعايد تفضل الجو إليك والله أحب عايد ستي أولا شكرا جزيلا تسلم لي الله يسلمك الله يحفظك أقدم لكم شكرا جزيلا من الأهل من الأصدقاء ما حاب تعايد أي أحد بصراحه لا ما عندي حدا عايله غيركم شكرا جزيلا وان شاء الله احنا اهلك وناسك شكرا لاتصالك يا غالي كل عام وانت بالف خير للمره الثانيه اذا قتيبه كان اخر متصل ويانا بتغطيتنا لهذا اليوم عيد وحب من قناه الرشيد الفضائيه نتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بالف خير وهذه مو اخر تغطيه انا قلت لكم ان شاء الله على مدار ايام العيد راح نكون متواصلين مستمرين وياكم بتغطيتنا الجميله بسماع اصواتكم الاجمل والاكثر من رائعه نتمنى لكم يوم سعيد ونتمنى لكم قضاء اوقات جميله وممتعه بهذه الايام وبهذه المناسبه السعيده اشوفكم بكره على خير ان شاء الله باي باي